مريضة تعاني من عدم انتظام الأسنان بالفك العلوي، وحابة تسوي تجميل بسيط للأسنان الأربعة الأمامية بالفك العلوي. عندها انحراف بهاي الأسنان طالعة للأمام، هذا سنها يسموه اللاترال أو الجانبي معكوس. هاي الجهة أيضا السن بيبروز من هاي الجهة، وعندها هذا شوية فراغ. عضي على أسنانش طبقي، عفي عليك، هاي العضة الطبيعية، فنسوي لها تجميل. انت ليش ما تسوين تقويم؟ مو تقويم أحسن؟ ما تحبين التقويم؟ لا تمام تمام، أنا أنصح بالتقويم، دائما أنصح بالتقويم. بس تجينا هاي الحالات، يعني تريد مثلا تجميل وجلسة واحدة ومواصفات لازم، يلا نشتغل بيوم واحد. اليوم ساعة 3:15، اليوم الخميس، ايش قد بالشهر اليوم؟ 26/1/2023. نشوف شلون تخلص الابتسامة الطبيعية الجميلة. هنا الأسنان حضرناها لاستقبال القشور والفينير. عندنا أربع أسنان، هذا كان بارز منه شوية، حددنا البروز. هذا بارز من هاي الجهة، حددنا البروز فقط من هاي الجهة، يعني هاي الجهة ما اشتغلناها. هذه حددنا شيء كلش بسيط، وهذا شيء كلش بسيط، أكثر شيء البروز بهذا وبهذا، صح لو لا؟ أنت هذا بارز أكثر وهذا بارز أكثر من هاي الجهة. أي. جينا على النيبان كان بيها بروزات طويلة ومحدبة، شوية نعمناها، شيء كلش بسيط، النيبان ما نلعب بيها، فقط أربع قشور نسوي لك، نحاول قدر المستطاع بلون أسنانك أو شوية أفتح حتى تبين الضحكة أحلى. تريدين شوية لون أفتح من أسنانك، شي لون حلو؟ والله كيف شي طبيعي جميل يعني أحلى. بعد تحديد الأسنان نضع المادة الحامضية على الأسنان، هنا انتهى العمل، شوفوا النتيجة بإضافة الدايركت فينير طبقة من مادة الزرغونيا شركة فورما الأمريكية باللون الطبيعي. تم الانتهاء من عمل فينير أربع قشور بالفك العلوي. كانت المراجعة تعاني من تقدم بالأسنان الأمامية، الآن أصبح الوضع طبيعي، كانت متراكبة قبل ساعة أو ساعتين، وهذا السن الجانبي كان ملفوف، هذا أيضا السن كان به مشكلة، الآن اختارينا اللون الطبيعي، وهذه أحلى ابتسامة طبيعية لأحلى مراجعة، صبورة جدا وهادئة في طلب الموعد، مو كل ساعة تتصل. قبل شقد أصلا؟ قبل شقد أنتي عفوا كنت تريدين تحجزين؟ تقريبا قبل 3 أيام 4. اي بس قبلها من ايش وقت مراسلتني؟ من قبل شهر. اي قبل شهر او اكثر يمكن، والله بس 3 أيام اكدنا الحجز. تمام، وكل ما تراسليني اكون اني مشغولة لان عندي ابتسامات. بس تم العمل، وتشوفون هاي اللمعة، هاي حاولنا انه يكون طبيعي، هي ما شافتها المراجعة، هسه راح نخليها تشوفها. تم الانتهاء من عمل الدايركت فينير أربع أسنان فقط بالفك العلوي باللون الطبيعي، وهاي فوليش الأسنان وفوليش الفينير حتى نطي اللمعة، هاي اللمعة.